استاد المواقع. نسبة الخصومات 30%، يعني تقريبا ما يقارب 1000 ل 1100 شيكل يعني الخصم. كتير أثرت، يعني الواحد صار بس يجيب المتطلبات الأساسية بالبيت، يعني مثل الأكل مثل الشرب، يدفع مثلا الأقساط، باصات المدرسة، متطلبات الإنترنت، فواتير الإنترنت، كهرباء، تليفون، يعني بس فقط الأشياء هذه يعني، والأكل والأشياء هاي بس، يعني المتطلبات الأساسية، ما في ترفيه، ما في أي فسحة، ما في أي طلعة، يعني كتير بطلبوا منا أولادنا صاروا أشياء ما بنقدرش نلبيها صراحة يعني. يعني يفرجوا شوي على أهل غزة، لأنه أهل غزة ما بيستاهلوا كل اللي بيصير لهم، يعني إحنا عانينا كتير، يعني 3 حروب وآخر حرب كانت صراحة كتير مدمرة، تعبنا فيها كتير، وحصار وقطع كهرباء، وحتى المية ما بتجينا، كأنه بنشرب مية البحر، مية مالحة كتير، يعني أدنى مقومات الحياة مش متوفرة للأسف.